المشاريع ديالهم. كيفاش الاتحاد الاشتراكي غادي يعمل على دعم انشاء وخلق هذه المقاولات؟ الاتحاد الاشتراكي دائما تدافع على تقويه الاستثمار الوطني سواء العمومي والخاص، مع القطع مع مظاهر الاحتكار الريع والزبونيه، وتعتبر ان تقويه الاستثمار الخاص كينطلق من خلق المقاولات الصغرى والمتوسطه وتشجيع المبادرات ديال الشباب، وتعتبر كذلك هو الوسيله الناجعه الحقيقية باش ينمي الاقتصاد الوطني ويجعله قادر ينافس ويساهم في خلق مناصب شغل ذات جودة، لأن المقاولات هي الأساس ديال اقتصاد قوي. الاتحاد الاشتراكي كيخصص حيز كبير من البرنامج ديالو للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بحيث أنه كيطمح لخلق 30 ألف مقاولة متوسطة وصغرى من خلال مجموعة من الإجراءات اللي غادي تساهم في إحداث ضجة قوية تمكننا من تقوية نسيج مقاولاتي وتضمن لنا نمو اقتصادي متواصل. الاتحاد الاشتراكي كيلتزم بتحسين آليات تمويل المقاولة بخلق بنك ديال الدولة مخصص للاستثمار وتسهيل تمويل المشاريع ديال المقاولات الصغرى والمتوسطة، وينشط كذلك سوق رأس المال ويوجه الادخار للمجالات اللي كتخلق لنا فرص الشغل، بالإضافة لتطوير دور بنك المغرب باش يكون قادر على تشجيع الاستثمار وتحقيق التنميه. من جهه اخرى الحزب كيتعهد باش ينقص الضغط ديال الضرائب على المقاولات ويحسن الولوج للطلبيات العموميه للشركات الصغرى والمتوسطه، ويخليها قادره تطور راس مالها خلال التنافس داخل النسيج المقاولاتي، ويحسن اتفاقيات التبادل الحر، ويقوي التنافسيه ديال المقاولات المغربيه باش توفر منتوج بجوده عاليه كيشجع الاسر المغربيه على الاستهلاك الوطني. الاتحاد الاشتراكي كذلك كيتعهد باش يخرج ميثاق جديد ديال الاستثمار اللي يبسط من خلاله الاجراءات والمصادر الاداريه ويجعلها متاحه للجميع على شبكه الانترنت. صوتوا على مرشحات ومرشحي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه بوضع علامه على رمز الورده.